لم يحقق أي انتصار كرة عرضية. يا هاني يا السلام، ما عجز عنا المهاجمين، يفعل المدافع فارس جمعة، فارس جمعة المدافع الهداف يتقدم الآن ويضع الكرة بالرأس في زاوية وفي مكان صعب على حارس المرمى بعد الضرحاني ليكسر حالة التعادل السلبي، يكسر حالة التعادل السلبي. فورميلا العاصمة قطار نادي الجزيرة يتقدم الآن ويسجل أول الأهداف عن طريق اللاعب المدافع فارس جمعة، رأسية ممتازة من فارس، الكرة العرضية من مبارك والرأسية من فارس جمعة لعبها وفاجأ فيها الجميع بما فيهم حارس المرمى فهد الضرحاني، عانقت الشباك. واحد لا شيء، يتقدم نادي الجزيرة بأول الأهداف. هنا أيضا مشجع جزراوة علي خصيب، سلطان برمش هو على التنفيذ، سلطان نقل عرضية عالية بالرأس، أيضا فعلها فارس. فارس هذا اللقاء بثنائية جميلة، نجم هذا اللقاء حتى هذه اللحظة، أخيرا يبتسم جيم كات ويكرر ما فعل في شوط المباراة الأول. كلما يعجز مهاجمي الجزيرة عن التسجيل يحضر فارس جمعة ويسجل الآن ثاني الأهداف، يعمل النتيجة بهدف آخر، يسعد المدرب تيم كات. لكن خروج خاطئ لحارس المرمى فهد الضرحاني، من الأخطاء القليلة لهذا الحارس بالرغم من أنه مقدم مباراة رائعة جدا، لكن أخطأ في هذه اللقطة، وخطأ الحارس أبدا لا يرتقب.